سراجا خلال طفولتك؟ خلال طفولتي أغنية كاظم الساهر أنا وليلى، ماتت بمحرام عيني. الشخص أكثر شخص بيلهمني هو الشخص اللي بينجح بعد معاناة. أني مثل مرايتك. الأغنية يا سيدي اللي ما بمل من تكرارها أكيد يعني كلش مكانك خالي خالي. وداعتك تخسرني ما نسحب. الممثل ممكن يجسد شخصيته، هلا بقدر يمثلها وما بقدر يمثلها. أنا بحب كريم عبد العزيز، هذا أكثر ممثل بحبه أنا. من تعلى علي شوكت ما أيام وأنا صغير كان في مسلسل كرتون اسمه صديقنا سنبل 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 سنبل. ترى من تعلى علي شوكت يعني أكثر أكيد يعني إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإذا ذهبت هم ذهبوا. حنطيك إذا ما صرت زين يعني بكل المراحل حلوة، بس يعني أكيد من بعد أرب آيدل لحد اليوم لحد أنا استاهل صراحة نطيك إذا ما صرت زين أكيد الكنافة قلبي ما خليك وإذا ما تغير كلماته. يعني أنا يعني كتير، بس أنا الفنان المفضل عندي جورج. يعني في له أغنية قديمة شوي اسمها حبايب بس فين الحب غايب هذا تفكيرك أبد ما كبر القادم. الحمد لله رب العالمين، يعني عندنا كتير حفلات، عندنا مهرجانات. بشكل عام عندي أغنية لبنانية بحضر لها، في أغنية كمان طبعا الأغنية اللبنانية خلصناها بس ندور على الوقت إمتى تنزل. في عندي أغنية فلسطينية رح أنزلها، وكمان يعني بعض الأعمال اللي لسه بدور إني أشتغلها إن شاء الله. ممتاز يعني صراحة الزعتر حلو القهوة. أني صح أشتاق لك وأكره غير. طيب حغني لكم آخر أغنية أنا أستاهل، كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود. أنا أستاهل الأحسن منك واستحق أحلى حبيب، الظاهر الذل قسمتي ومالي بالطيب نصيب، ما أعرف وين اللذة من تدوس بقلبي يومي يكشف لك جذبة تطلع طاعن في ظهري. ليش تخسر